في الاكسرسايز سبميت. فالان لو جيت اطلعت على الكاتيجوريكال انا عندي 416485، هنا 16433 اقل. فبالتالي لو قارنت الكاتيجوريكال مع البايب لاين، البايب لاين انه الكود ارتب واسهل وبيجيب لك سكور اقل نوعا ما. هو اكسرسايز بس بتقدر تسلم فيه نتيجه للكومبيتيشن. لا في اكسرسايزز بدون كومبيتيشن عادي، وفي اكسرسايزز تقدر انه انت تسلم فيها. يعني هذا انت لو عملت هذا، لو انت اجيت بعد ما تعمل كوميت تحت بتلاقي في انت عندك سبميت، لانه هو مرتبط بكومبيتيشن. هاي شايف انت مسموح لك في الكومبيتيشن تعمل اكثر من سبميشن. ممكن قلنا عملنا سبميت خلصتم. في حدا لسه ما خلصش؟ تمام كمل عادي. لا هاي بعطيكم شوية وقت. يعني دائما ترجع للدوكيومنتيشن. فانت عندك هنا بعرفك انه الباراميتر بتاخد ليست، تمام. هذه شغلة لها علاقة بالميموري، يعني انه اوبشنال، تمام. وهي في مثال عليها هنا. نعرف الستيب الاولى انوفا، والستيب الثانية از في سي سبورت فيكتور ماشينز. أنا بورجي لك كل الأمثلة اللي بتستخدم البايب لاين. مثل هاي concatenating multiple features extraction method. هاي كتير انه راح نمر عليها كذلك. انه على سبيل المثال لو عندك بيانات من عدة مصادر، تمام، هذه الشغلة كتير مطلوبة حاليا في السوق. انه بيجي بيحكي لك انه بدي استخدم معلومات لتويتر انه انا احدد سعر السهم راح يطلع او راح ينزل. فبالتالي انت عندك معلومات الاسهم، هذه في لها بايبلاين لحال اللي هو عباره عن ستراكتشر داتا، اللي هي اسعار الاسهم مثلا لفتره سابقه، لثلاث ايام سابقه، بدك تعمل بريدكشن لسعر السهم بكره او لسعر السهم لمده اسبوع. بالاضافه لذلك في انت عندك مصدر ثاني للبيانات اللي هو التويتس من اشخاص معينين او باستخدام هاشتاج معين بيحكوا عن السهم هذا، بيحكوا اشاعات، اشي صحيح اشي غلط، تمام. فبدك تدخل هدول المصدرين من البيانات، تمام. فبده يكون اكستراكت لفيتشرز من هنا بالاضافه لانه انت تعملها بري بروسيس، وهنا كذلك فيتشرز مختلفه وكذلك في بري بروسيس بتروح تعملهم كونكاتينيشن. فالكونكاتينيشن عباره عن كومبايند فيتشرز بتساوي فيتشر يونيون. فانت طبقت
هذول الفيتشرز اللي انت طلعتهم من البي سي اي ومن اليونيف سيلكت. هذول الخطوات معرفات مسبقا هنا. بي سي اي بعتقد انه مرت عليكم في مكان ما البرنسبل كومبوننتس اناليسيس، هي عباره عن فيتشر ريدكشن ميثود. يعني على سبيل المثال لو انا عندي 10 فيتشرز وهنا استدعيت البي سي اي واعطيته نمبر اوف كومبوننتس 2، فراح يعمل مابينج للبيانات اللي ب 10 اعمده لبيانات جديده بعمودين، فعمل لي فيتشر ريدكشن. كيف هي بنستخدمها عاده؟ انه لما تكون انا عندي دايمنشن كتير هاي، تمام، فبالتالي انه تعمل فيتشر ريدكشن بيكون مجدي بالنسبه لإلك. هذه نقطه. والنقطه الثانيه، الفيتشر او البي سي اي في حد ذاته هو بروح بعمل مابينج للفيتشرز اللي لها علاقه مع بعض بنفس في على نفس الدايمنشن. يعني على سبيل المثال تخيل انه احنا حكينا هذا الكلام، حكينا انه انت عندك هنا هذه الماتريكس تبعتك لو بدك تتعامل مع تكست، انت عندك هنا دي زيرو او العكس، عندك هنا الوردز دبليو زيرو دبليو واحد دبليو اثنين، هذه الوردز تبعتك. كل كلمة انت عندك موجودة في البيانات فبتكون الفوكابلر كتير كبيرة، تمام؟ لانه عدد الكلمات كتير هيوج. يعني في بيانات معينه ممكن يكون في عندي اكثر من 12000 دايمنشن، ممكن يكون عندي 150000 دايمنشن، فبالتالي كتير عالي. فبالتالي هنا كيف بده يصير الترانسفورميشن؟ هذه الدوكيومنتس دي 1 دي 2 دي 3 الى اخره، فبروح بتطلع الكلمات اللي لها علاقه مع بعض، بروح بعملها مابينج في دايمنشن جديد، مثلا بسميه ان واحد زي هيك. فبالتالي زي كانه دمج هذا العمود مع هذا العمود، عمل له مابينج وصار الناتج انا عندي عمود واحد. زي ايش مثلا؟ بتلاقي كل الكلمات اللي لها علاقه مع بعض. هذا الكلام بيقدر البي سي اي بيحدده ستاتستيكالي. زي ايش مثلا؟ زي مثلا كلمه شط واجازه، زي كلمة خريجين وفرص عمل زي هيك. فبالتالي انه هدول ريليتد مع بعض كتير، فبروح بحولهم لدايمنشن واحد. انت في نفس الوقت يعني انت قلصت الدايمنشن، بس في نفس الوقت انت جبت كل الشغلات الريليتد مع بعض وحطيتها في وان دايمنشن قلصته. فبالتالي التأثير انت بتخاف انه يكون التأثير سلبي، بس بالعكس بيكون التأثير ايجابي كذلك. يعني غير عن التقليص، غير عن الريدكشن، التأثير تبعها إيجابي. ليش؟ لأنه شغلات إنه statistically related مع بعض عملت لهم mapping في one dimension. كيف؟ ال BCA هو اللي بيعمل. نعم، هو بيقدر يحدد statistically إنه كل ما تحكي مثلا كلمة معينة بيكون إنه إلا ما تنذكر هاي الكلمة معاها، يعني زي هيك. وبالتالي إنه لو أنت إجيت حللت السبيش تبعي مثلاً على سبيل المثال، كل ما بتلاقيني إنه أنا بحكي على data visualization بتكرر كتير مع البري بروسيسنج، بتكرر كتير مع data science، فبالتالي هدول الترمز كلهم بيصير لهم mapping في one dimension، في one بسميه one topic فعلياً. المعادلة انه الكلمتين هذول تتربطن مع بعض 70 30،
التمثيل بيصير بطريقة يعني أفضل مكتبة في هذا الموضوع جين سيم. هذه المكتبة كتير مفيدة بالنسبة لكم، إنه لو أنتوا يعني شفت الدوكيومنتيشن تبعها كتير رائع. فهنا لو اطلعت على الموضوع لا انت ليش كده شايل منه يعني انت مع التكستشوال داتا ممكن يكون انه وضعه تمام يعني، بس خليني هاي مجموعة من الدوكيومنتس اعتقد انه موجودة. اني اجيب لك بس ثواني. Topics and Transformations. ثواني. From strings to vectors. أيوة هاي أنا عندي documents. شايفها كيف؟ هاي أنت عندك الدوكيومنت الأول كوما الدوكيومنت الثاني وهكذا. هنا إيش بتلاحظ؟ بحكي على human machine interface computer application. بحكي كذلك في موضع ثاني HCI human system engineering. فبالتالي إنه في شغلات إنه related مع بعض بهذا الشكل. لقيت هنا ايش بتلاقيه انه عمل انا طلبت منه انه يحول لي البيانات وحددت انه التوبكس انا عندي 2 طبعا عشان البيانات انا عندي اصلا صغيره فبالتالي انه هذا النمبر مناسب تمام فبالتالي هاي توبك 0 توبك 1 بتلاقي الفاليوز اللي موجوده هنا انه على سبيل المثال انه التوبيك 0 بتلاقي انه كلمة شجرة تعمل كونتريبيوت بالماينس هنا ماينس 0.7 الجراف ماينس 0.5 فبالتالي كل واحدة في إلها ويت تمام صحيح فبالتالي انت الفقد انت اللي بتحكي عنه انه قديش نسبة انه هذا الموضوع او هذه الكلمة بتعمل contribute لهذا الموضوع بتتحدد بويت معين هو statistic اللي بيقدر يجيب الفاليو بتضلها estimation هي يعني بس الفكرة في الموضوع كيف؟ هي هذه هي مبنية على الـ ECA نعم نعم ممكن لو ترجع الى تقييم الميتين يكون كل الموضوع على الجيس لا 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 مش هيك مش مش يعني تفسير هاي الشغلات لا تفسير هاي الشغلات انه بالبوزيتيف او بالنيجاتيف انه مش بالضروره زي ما انت شايفه يعني انه هاي الشغلات مش كتير ريدابل بس انا بحاول انه انا اقرب لك يعني على سبيل المثال انه في انت عندك يعني انت لو جيت قارنت هاي مع هاي كلمه تري تعمل كونتريبيوشن ب 0.7 هنا 0.5 تمام
بتلاقي مثلا كلمة سيرفي لا بشكل أقل سيستم بشكل أقل. فبالتالي هنا التري والجراف إنه بتلاقي إنه هما كتير بيأثروا في موضوع واحد. إيش في شغلات تمام. فبالتالي بتقدر تقول إنه التوبيك زيرو بحكي عن الجراف والتريز، أما توبيك واحد عن إيش بحكي؟ عن سيستم، يوزر، إي بي إس، كلهم بالسالب، كلهم بالسالب. انت بتحكيش على فاليو هنا، انت بتحكي هذه الكل اللي حكيت لك اياها انه بالسالب، انه يعني قد يكون في بعض التفسيرات في الـ في الـ في الال اس اي او في البي سي اي، ولكن مش بالضروره انه يكون انه هذا التفسير انه valid. هذه شغله. الشغله الثانيه انه انت عندك الفاليو هذه بدك تعتبرها انه اقل من هذه، لا مش صحيح. هدول انه الكونتريبيوشن تبعهم انا اللي بقراه انه هم عالي في هذا التوبيك بهذا الشكل، لانه انت لو اطلعت على الموضوع هنا هو عباره عن ماتريكس فيكتورايزيشن. الفكره في الموضوع هنا انه انت ايش بده يكون في عندك، بده يكون في عندك مش عارف في رسمة انه انت بده يكون في عندك ماتريكس وماتريكس تانية، الماتريكس اللي هي في الهاي دايمنشن والماتريكس التانية في الاقل دايمنشن. هدول لما تضرب هذه في هذه بتقدر تسترجع السبيس الاصلي. هذا عبارة عن ترانسفورميشن. هجيت للترانسفورميشن هذا انه انت بتقدر ترجع للسبيس القديم، فبالتالي بدك الفاليوز اللي بتقدر ترجعك للسبيس القديم. فبالتالي التفسير انه موجب وسالب وهذه قيمه عاليه وقيمه لا مش كتير صحيح. يعني انا بحكي لك اللي كان موجود، اللي حكيت لك عنه في بعض التفسيرات، مش انه يعني بتقدر تعتبره انه هو تفسير دائما يعني صحيح. طيب خلينا بتصور انتم كلكم خلصتوا هالجيت، خلينا نرجع ل الكروس فاليديشن. في حدا عنده مشاكل؟ كل الأمور تمام؟ 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 طيب مفهوم الكروس فاليديشن، طب قبل هيك احنا تعودنا ان احنا نقسم البيانات تبعتي للتريننج وفاليديشن تمام، وحكينا انه هذا الاسلوب هو افضل اسلوب انه انا اقدر اقيم فيه الكواليتي تبعت الموديل، او بالاحرى احنا حكينا انه نقسمها لثلاث تقسيمات تريننج فاليديشن وتست. تريننج نبني فيها الموديل، فاليديشن نعمل تونينج للباراميترز، وتست انه خلاص بيكون الموديل هذا ما شافش هاي البيانات اطلاقا قبل هيك، فبالتالي هو بيكون انه انت فعليا بتشوف قديش مقدار الكواليتي تبعته. يعني على يعني هل جيت هذا الاسلوب في بعض الدروباكس، يعني على سبيل المثال لو احنا حكينا انه في عندي بيانات مكونه من 5000 وخلينا 20% للفاليديشن تمام، فبالتالي 20% من 5000 بتمثل 1000. نعم هذه نقطة بس، انه يعني هذا الكلام انه موجود يعني، بس اللي انا الدروباك اللي انا بدور عليه هو انه في عندي random chance انه الالف هدول اللي انا اخترتهم في التست يكون فيهم انحياز. يعني انت عندك 5000، في عندك random chance، في عندك فرصة احتمال
انه الالف هدول اللي انت اخترتهم بيجيبوا لك سكور عالي في الموديل، بس تعال نزل الموديل هذا في الخدمه بتلاقيه انه لا وضعه مش تمام. انت هجيت بتقول بالنتائج هاي، بتيجي بتقول للكلاينت انا جبت لك موديل 93% وضعه تمام، بس بيجي بنزله الخدمه بلاقي انه وضعه مش تمام. هجيت غير احتمال الاوفر فيتنج اللي احنا حكينا عنه سابقا، في عندك احتمال انه البيانات اللي انت اخترتها للتست بالصدفه بدون قصد انه كان السكور تبعها كتير عالي. تمام؟ فبالتالي لو اخترت 1000 تانية بروح بطلع لك نتائج تانية، فبالتالي هنا الموضوع موضوع حظ. فكيف بدنا نتخلص من هاي الشغلة من الراندومنس؟ انه احنا شو بنسوي؟ بنطبق الكروس فاليديشن. لا هجيت هذا الكلام انه انا بدي اطبقه لما تكون انا عندي داتا سيت لارج، لا يعني انا لو كان على سبيل المثال انه خليني اشرح الكروس فاليديشن بعديها بنرجع بنحكي انه لو كانت الداتا سيت لارج اصلا هل اطبق كروس فاليديشن ولا هاي الطريقه اللي بسموها الهولد اوت. ايش هي الهولد اوت؟ اخذ جزء للتريننج، جزء للفاليديشن، جزء اخلي جزء للتست. هولد اوت انه انا اشيل منه، بالضبط اشيل منه جزء للتست. هذا طريقه اسمها هولد اوت، طريقه التقسيم. الطريقه الثانيه اللي هي كروس فاليديشن، خلينا نشرح ايش هي وبعديها بنشوف بنناقش متى اطبق هاي ومتى اطبق هاي. الهولد اوت انه انا اقسم التقسيمه اللي احنا تعودنا عليها ترين فاليديشن تيست، فبالتالي الهولد اوت معنى ذلك انه اشيل قسم للتست. هذا القسم بنسميه الهولد اوت بارت، يعني او القسم اللي احنا شلناه. الكروس فاليديشن عشان اتجنب الانحياز في هذه الالف من البيانات بدي اعمل تيست على كل البيانات. فكيف بدي اعمل تيست على كل البيانات وانا البيانات هذه انا استخدمتها في الترين؟ فايش بروح بسوي؟ بروح بعمل حاجه اسمها فولتس. يعني على سبيل المثال لو كانت انا عندي 5 فولتس في الاكسبيرمنت تبعتي بيكون في عندي 5 اكسبيرمنت. في التجربه الاولى بروح باخذ هذه الفولت الجزء هذا فاليديشن وهنا بعمل تريننج على البقيه. في التجربة الثانية هنا ايش بتروح بيطلع لي؟ بعمل موديل وبيطلع لي مين؟ ابسوليوت ايرور، بيطلع لي ايرور. في التجربة الثانية ايش بروح بسوي؟ بروح باخذ الفولد الثانية هي التست والبقية تريننج، فبالتالي انت عندك الابيض تريننج وهذا اللون اللي هو ازرق فاليديشن. في التجربة الثانية هذه بتكون التست، هذا بتكون التست. في الثالثة الرابعة هنا والخامسة هنا بيكون التست، فبالتالي بيطلع انت عندك 5 سكورز. تمام؟ بتروح بتاخد المتوسط تبعهم وبتروح بتاخد حاجة اسمها الستاندرد ديفيشن. ايش هو الستاندرد ديفيشن؟ كيف؟ نعم، باخد المتوسط وباخد الانحراف المعياري. ايش هو الانحراف المعياري؟ انت بتروح بتقيس الفرق بينه يعني بين كل ايرور وبين المتوسط الايرور. هجيت لو كان التباين كتير معنى ذلك انه في اجزاء من البيانات بيكون السكور فيها او دقة الموديل عالية وفي اجزاء تانية من الداتا بتكون دقة الموديل منخفضة. اما لو كان التباين صغير معنى ذلك انه انت بتقدر تقول انه الموديل تبعك عملت عليه تيست على كل البيانات وشغال 100%، مش في جزء انه بيجيب نتائج كويسه وجزء ثانيه بيجيب نتائج لا. اختار الفولد اللي هو كان كويس اللي كانت مين تبعه واضح. الهدف هنا مش اختيار فولد. الحاله الثانيه هي تغيير لا انا عم اختبر كل البيانات نعم. في البرودكشن تمام. نعم. الحالة الأولى لما يكون فروقات كبيرة إيش إيش أسوي؟
في عندك خلل، يا اما بدك تشوف الموديل تتحسن الباراميتر تبعته او تشوف ميثود تاني الجوريثم تاني او تجيب بيانات اكثر. يعني انت استاكت مش قادر انه تقدر تعتمد على هذا الموديل. ليش؟ لانه في جزء بيجيب لك نتائج كويسه وجزء ثاني بيجيب لك لا مش نتائج كويسه، فبدك حل، يا اما بتغير الالجوريثم يا اما بتغير الباراميترز يا اما بتجيب بيانات كمان. اما انه انت تعتمد عليه في البرودكشن لا بزبطش. فبالتالي هنا بدي لك جواب شافي انه هذا الموديل كويس ولا لا. تقدر تقول انه انا وانا مطمن مرتاح اختبرته على كل البيانات وعلى كل البيانات بجيب مش فاهم بس انت حتتعب. بس ممكن كمان في يعني احتمال الاول انه مصيبه كارثه هيدي الشغل كله، ممكن اعيد الشغل كله ترى في بنات دور جديد زي ما حكيت يعني اول طيب مش الشغل هذا مدفوع؟ بس انا توقعت انه مدفوع ولا مش مدفوع؟ انا توقعت انه اجيب فول معين وامشي عليه لا 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 الهدف في الموضوع انه انت تشيل احتمال الصدفه واحتمال الحظ تستثنيه خالص. هو هذا الهدف. نعم هذه الشغله موجوده عندنا كثير انه هو بيكون مفصل البيانات اصلا على الالجوريثم تبعه وبروح بيقول انه انا جبت 93 او 97 او كذا وفي الواقع الموديل تبعه garbage. تمام هذا برضو كتير موضع اسئلة في المقابلات. تمام يعني احنا الهدف انه انت تشتغل في هذا المجال وانت بدك تطلع وتجيب فلوس. تمام وهي شغلة بدي أحكيها أوفلاين.